بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. شكرا للأستاذ الدكتور سي وعياد على هذه الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الحواري ما بين زملاء لهم تخصصهم ولهم كلمتهم في الموضوع. فيما يخص مداخلتي، سأحاول أن أكون يعني انطلاقا حتى من العمل الذي أمارسه في البحث في هذا السياق، هو أن أكون عمليا. نعم، لما جاء في كلمة الأستاذة التي تدخلت قبلي، ونعم بالفعل لدينا حضارة ولدينا تراث ولدينا قيم يعني جامعة ولها القوة يعني تستمر معها طيلة إن شاء الله الأزمان، ولكن هذا لا ينفي ولا يمكن أن نغطي الشمس بالغربال كما نقول. نعم، عشنا فرح مرحلة من الانحطاط ومن الركود، واليوم ما طرحت كلمة نهوض لا في جميع الكتابات ولا في جميع الفلسفات الحديثة اليوم إلا وطرحت قضية النهضة. يعني نحن نبحث عن كيف ننهض. هناك فلسفات تناولتها من ناحية العقل، ولا داعي لأذكر من تكلم في ذلك. هناك من تناولها من ناحية الاقتصاد، من ناحية السياسة، من ناحية إلى آخره، لا داعي أن أدخل في التفاصيل، أنتم تعرفون ذلك. على كل حال، نحن في حاجة ماسة للنهوض، في حاجة ماسة لنضاهي ولنساير الحضارات الحديثة اليوم. وهنا ألج الموضوع الذي نحن بصدده. خير من يمكن أن يرفع هذا الراية، راية النهوض ونسير فيها، هو الشباب. والشباب لماذا؟ لأن الشباب، حتى كلمة شباب عندما نقول الشباب من كلمة شبق بمعنى اشتعل. والشباب كفئة عمرية مشتعل بالطاقة، عنده طاقة حيوية هائلة، طاقة في كل شيء. وحتى في القرآن الكريم، ما دمنا نتكلم عن حضارتنا، هناك مرحلة الضعف الأولى اللي هي الطفولة بما لديها من خصوصيات، وهناك مرحلة الضعف الأخيرة اللي هي الشيخوخة، وما بينهم التي توجد ما بين الطفولة وما بين الشيخوخة أنها بالفعل مرحلة الطاقة، مرحلة الطموح، مرحلة التطلع، مرحلة الأشياء الكثيرة التي تنم على حب الاستطلاع، تنم على أشياء مهمة جدا. ولكن رغم هذه الخصائص الإيجابية اللي عند الشباب، هناك شيء مهم، أنه ما زال في طور التكوين، ما زال في طور الإعداد، عنده واحد نوع من الغموض، واحد نوع من التخبط على المستوى الفكري، على مستوى الهوية، ما نسميه بالهوية في مجال تخصصات السوسيولوجيا وعلم النفس، أنه ما زال عنده مشكل في الهوية، ما زال لم يكتسب بعد ذلك النمو الفكري المتشبع بقيم الحكمة وقيم التوجه. لماذا أؤكد على هذه النقطة؟ أي النمو الفكري والأخلاقي في هذه الفترة بالذات، لأنه ما زال يعني وما زال بين شد وجد بين عدة تيارات إلى آخره تجره كل واحدة في اتجاه. فهذا الشباب هذا بهذه الكيفية يؤكد على نقطة مهمة أساسية، وهي أنه ما دام كذلك فعلينا أن نوجهها، فعلينا أن تكون التربية هي الأساس، والتعليم والعلم. وما يزيد من هذه النقطة وبالأخص اليوم، لأنه وأنا هنا أتفق مع الأستاذة أنه من يعني سيكون من الأسهل أن نجاري الحضارات اليوم، الحضارات المتقدمة تكنولوجيا وعلميا إلى آخره، إذا عرفنا كيف نعطي لجيلنا هذا الجيل الشباب اللي عنده هذه الخصوصيات ومتقبل، لأن أرضية خصبة لي كي نزرع فيها روح المبادرة وروح طموح وروح تطلع، شيء مهم جدا. ولكن في إطار هذا المجتمع اللي هو في العولمة وفي التكنولوجيات المختلفة وفي كذا، ممكن أن نستثمر بين قوسين في هذا الشباب إذا وفرنا له الشروط الإيجابية. ويمكن أن نتكلم عن الشروط ربما كي لا أستحوذ على الكلمة أكثر،
إذا هذه هي الشروط، وهذا هو الجيل، وهذا هو وضعنا على مستوى الحضاري والمستوى الثقافي. نعم، نحن لا، كي أختم، نحن لا نريد أن نحيي تلك القيم التي كانت سابقا، بمعناها التي كانت في، لأن ذلك عصر، وكما تعرفون أن قيمنا الإسلامية كتوابت تصلح لكل زمان ولكل عصر ولكل عصر خصوصياته، وبالتالي في عصرنا هذا هناك خصوصيات يجب أن نتعامل مع الشباب كشباب منفتح، شباب موجه، ولكن لا نضغط عليه ولا إكراه في أي شيء إلى آخره، ولكن تكون هناك مراقبة، وهذا ما علمتنا العلوم الإنسانية في هذا السياق. وشكرا. أولا فيما يخص الجواب على سؤالكم، أنا قلت بالإضافة لما قاله زملائي أن الشباب أرض خصبة، أولا هو في وضعية نفسية يبحث عن ذاته، لهذا من السهل، أنا قلت أتكلم عمليا حتى من انطلاقا من أمور اللي هي علاجية وكذا، الشباب في وضعية اللي هي خاصة، وبالتالي يبحث عن ذاته، من هو تائه، هذه خصوصيات نفسية اجتماعية عند الشباب، وبالتالي الأرضية تكون خصبة لنزرع فيها ما نريد ونوجهها. وهو أن كلمة شباب لم ترد في القرآن الكريم، ما ورد هي كلمة فتية، والآية أمام الآية الكريمة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يعني وأكثر من هذا قال تعالى في الآية الكريمة وأتيناه الحكمة صبية، بمعنى الشباب يعني. ونزيد على هذا الحديث اللي جابه ابن عباس رضي الله عنهما، ما أتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. يعني ما أريد أن أقول هو أن اليوم حتى لاحظوا حتى الكلمة ليست موجودة في تراثنا كما ورد مع الأستاذة، وكان كل ما قلت أنا متفق عليه وصحيح حقيقة، يعني أننا نحن في وضعية في وضع جديد في ظروف جديدة، يعني لها من خصوصيات شيء كثير، والشباب هم العماد إذا أردنا أن، ولكن هنا ربما ندخل في الشطر من السؤال، هو أننا هل نعطي للشباب فرصة كي يعبر عن قدراته وطاقاته وما لديه؟ هذا سؤال مهم. هذا أنا كان لأن أنا عندي تكوين كما تعرف أستاذ أبو عياد تكوين بكالوريا أصلية، يعني أنا درست الحديث والسنة والمسائل كل هذه الأشياء الحمد لله في السبعينات، تعليم أصيل. على كل هذا ليس هو المراد، أننا من خلال قراءاتي وتذكري أن الشباب هم كانوا العماد، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مستشارين معه مستشارين شباب، وكان يجلس الشباب مع الشيوخ في المجالس ليستفيدوا من وتبادل الخبرات إلى آخره في المجال، لا داعي ندخل التفاصيل. على كل حال ما أريد أن أقول هو أن الشباب في هذه الفترة هذه له من الخصوصيات التي تؤهله كي يأخذ يتحمل المسؤولية ويتحمل الأشياء، ولكن إحنا مع الأسف لا أريد أن أدخل في مسائل نفسية، مسائل اللي بينها العلم إلى آخره، ونقول لماذا الشيوخ عندما يجلسون على مكراسي لا يتزحزحون، مشكلة. ولا شفنا جيراننا كم من رئيس حكومة ما وصلش 40 عام أو لا وصل 40 عام، مده الأسماء لا داعي نذكرها. لا شفنا الولايات المتحدة من يأخذ الآن في فرنسا الصراع بين من ومن. هنا نستفيد من حكمة الشيوخ لأنها قوة، ونستفيد من فتوة وقوة الشباب لأنها قوة، وقوة في جميع المجالات. هنا أريد أن أشير لنقطة، لأن ندخل في الجواب عن السؤال. نعم، العصر الذي نعيشه اليوم عصر يطغى فيه الجانب المادي بشكل كبير، وجميع المسائل التي تثير
من شهوات، من ماديات، من كذا، مهيمنة. والشباب بسهولة لأنه في وضعية كما قلت نفسية هشة بين قوسين، ما زال لم يثبت على حال، أنه ينجرف وينجر بسهولة لهذه الأشياء. هذا الشيء معروف. فحضارتنا العربية الإسلامية ما تتميز به، وهذا الشيء اللي كنعرفوه جميع، هو الجانب الروحي قوي. الجانب الروحي ما فيه من قيم، ما فيه من إيمان، ما فيه من أشياء. هذا الشيء اللي غير موجود في حتى الديانات الأخرى، ربما أستاذ توافقينني الرأي، حتى الديانات الأخرى ركزت على الجانب المادي في الإنسان أكثر ما ركزت على الجانب الروحي بشكل كبير. وإحنا هذا الجانب الروحي فيه أشياء مهمة جدا، فيه لا داعي ندخل في التفاصيل، فيه الراحة النفسية، فيه الإيمان العميق، فيه أنك إذا كنت مؤمن وكنت عندك حتى، وهنا ندخل الجانب السوسيولوجي والدكتور كيداي سوف لا يخالفني الرأي، حتى أن دوركايم عندما درس الانتحار، مفهوم الانتحار، لماذا الشباب ينتحر، دراسة كانت كبيرة جدا وقوية جدا، فيها تقريبا 400 صفحة موجودة في المكتبات. هذه الدراسة ماذا بيّنت؟ بيّنت أن الناس أو الشباب الذي ينتحر أو الذين يتعاطون للانتحار، أنهم إذا كان متدين عنده إيمان هذا لا يمكن أن يقع في الانتحار، وإن وقع فمن غير الصدف. أنه إذا كان متزوج ما يمكنش لأنه محمل بالأسرة، إذا كان موظف يعني يشتغل له عمل ليس من السهل أن ينتحر. إذا من ينتحر؟ من هو خارج عن الجماعة، ما يسمى لا كوازيون سوسيال، الانسجام الاجتماعي. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل بأشكال، أن الجانب الروحي يعتبر دعامة قوية يدفع الفرد للاندماج في المجتمع والاشتغال في المجتمع والعمل وتحمل المسؤولية إلى آخره إلى آخره. وهذا شيء مهم جدا. والخصوصيات راني ما زلت ما ذكرش ما هي خصوصياتنا اليوم، سأتي إليه بالطبع. شكرا. وفقط للتفاعل مع ما جاء في المداخلة الإخوة الكرام بخص المداخلة الأولى، للحديث على السلبيات التي تتواجد أو التي توجد عند هؤلاء الشباب، لا بد من الحديث على المجتمع، لأن المجتمع بسلبياته تنعكس على الشباب وعلى سلوكياته وأفعاله إلى آخره. هذا شيء مهم. لكن قبل ما الحديث على هذه النقطة، هذه أريد أن أشير لنقطة اللي جت في مداخلة كيداي الخاصة بالمشاركة. المشاركة مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تدلنا على مدى اندماج الشباب في الحياة الاجتماعية. هذا شيء مهم، لأن واحد مهمش راسه، ما مدخل راسه حتى في لا في جمعية لا في نقابة لا في سياسة، كل شيء مهم تبقى بطبيعة الحال طبيعة الهيئة ولا كذا شيء، ولكن تدلني على مدى الاندماج، لأن الشاب المندمج يتعلم من أخطائه، يتفاعل مع الآخرين إلى آخره. وإحنا ما أحوجنا لهذا النوع من المبادرات. أنا هنا يظهر لي ما جاء به السي كيداي عنده واحد أهمية قصوى من حيث المشاركة في بناء المجتمع. ندخلوا الآن، كنسمعوا بأن المدرسة، أي مدرسة، ما لقيناش المدرسة اللي نبحث عنها ولم نجدها بعد. الشباب يهاجر كما جاء في المداخلة الأخيرة. أنا أريد أن أؤكد على شيء، ولازم نكون حاضرين واحد النقطة، وهذه بينت الدراسات كلها واشتغلنا عليها كثير. إحنا اليوم في مجتمع جديد يسمى مجتمع المعرفة. مجتمع المعرفة فيه شباب مازال ما وصلوش 20 سنة ويتقنون الجوانب التقنية في المعلوميات وفي التواصل العالمي على المستوى هذا الجانب. هذا ماذا يتطلب هذا مجتمع المعرفة؟ ما هي خصوصيته؟ الخصوصية الأساسية هي إعادة النظر في التربية، إعادة النظر في المدرسة. نقول لكم لحد الآن نظامنا التعليمي المدرسي لا زال لم يغير طريقته التقليدية، لا زلنا لم ندخل بعد عالم مجتمع المعرفة. كيف ذلك؟
كتدخل اليوم المدرسة في الغرب، احنا دائما نرجع الغرب بما يثيرنا ويستحوذ على المسائل اللي هنا فعالة، هنا الفعالية يجب أن نتكلم عن الفعالية. أنت كتدخل المدرسة ماذا تجد؟ تجد قسم فيه هنا الجانب الخاص بالموسيقى، هنا الجانب الخاص بالرياضيات، هنا الجانب الخاص يعني ذكاءات متعددة، أي أعمال متعددة. أنك كشخص في هذه المدرسة هذه مش غنعطيك نعطي درس للجميع بنفس الطريقة وللجميع بنفس، افهم ولا ما تفهم، كون انت عندك المستوى باش تفهمني ولا ما عندكش ما غاديش نهتم بك كأستاذ. أن الأستاذ عندنا في القسم لا يهتم إلا بالمتوسط، أطفال كلهم تلاميذ كلهم كيوجه لهم نفس الخطاب، ولكن التلاميذ فيهم اللي ضعيف، فيهم اللي مستوى كذا، فيهم اللي كيحتاج واحد التعاون. اليوم في مجتمع المعرفة وفي هذا النوع من المدارس اللي ولا اليوم التعليم ولا مفردا، بمعنى تعليم انديفيدواليزي، ما بقاش هذاك التعليم جمع كل شيء وقول لي غنقريك، لا، اليوم اصبحت الامور محددة ونعرف من خلال التعامل مع كل فرد ما هي مشاكله، كيف أساعده، كيف أطور إمكانياته، وبالعبارة الدقيقة كيف أفجر طاقاته، طاقاتي موجودة عنده، وكيف أبني منه شخص لديه المبادرة يصبح هو مبادر في الجانب الذي يهمه. إحنا مع الأسف الشديد هذا الشيء ما عندناش، وكنقولوا في جميع الأماكن اللي كنتواجدوا فيها وفي جميع اللقاءات، لأن هذا هو المطلوب اليوم. ومجتمعنا هذه من السلبيات اللي كتنعكس على احنا ضيع، لأنه حسب ما يوجد عندنا، عندنا اليوم 400 ألف طفل اللي كتغادر المدرسة سنويا، 400 ألف فين كيمشوا؟ هذا للإقصاء، للحرمان وللجريمة في النهاية والانحراف، وإحنا كنعرفوا هذه الأشياء. فلو أننا عملنا واحد تعليم في واحد المدرسة فيها عدد محدد وفيها أساتذة مكونين لمزاولة التربية والتعليم لهؤلاء الأفراد كل واحد واحد، أنا أحد أنا مدرسة هنا لدعي نذكر الاسم ديالها كتعمل التلاميذ، وهذا نموذج ممتاز أنا وقفت عليه وحاضرت من أجله وتكلمنا عليه، أن هذه المدرسة هذه عاملة ملف لكل تلميذ عددهم محدد، والتلميذ في كل يوم كيأتي المدرسة الأستاذة أو المعلمة كتسجل ما هي مشاكله. اليوم ما جاش مهيئ هذه الواجبات ديالو، اليوم جا فيه نعاس، اليوم جا كذا كذا، بعد شهر كيجتمعوا الاباء والمعلمه كتجبد الملف وكتقول له ولدك ها حصل ليه وها عنده وها عنده وها عنده، كاينه واحد المتابعه، وكاينه مسائل ما نقولش علاجيه، مسائل تصويب الاشياء. وانا شخصيا طالبت باكثر من مره من هذا النوع من التدريس وهذا النوع من المعامله، ما هو المآل ديالهم؟ وعطاوني الأخبار اللي كتجي، كلهم كيحصلوا على مستويات عليا، وكلهم كيحصلوا على ظروف إيجابية، لما لا تكون المدرسة بهذا الشكل؟ تتعامل مع الأفراد، لأن كم من واحد نقصيه ونحرمه بشكل اللي هو فظيع. متى سنغير من المدرسة؟ هذا أنا كنقولها دائما وكنأكدها وكتبناها وشعناها. ومازال سلبيات اخرى لا داعي نذكرها، انه بالفعل في الوسط القروي اللي انا اشتغل فيه سنين، والسي محمد منيار الدكتور سي محمد منيار يعرف ذلك جيدا، في الوسط القروي كارثه من الكوارث العظمى، انه انا دخلت عند التلاميذ القسم طليت عليهم بعدا من الباب قبل من الباب مسدود ما كيتحلش الباب، كنطل عليهم كنلقى الطابلو مكتوب عامر الطباشير مكتوب، والتلاميذ جالسين كيشوفوا، ومشيت درت قلت ربما المعلم شغال هنا خارج يقضي شي غرض ولا شي، ومشيت ورجعت من بعد نقول لكم حتى 3 ساعات ولقيتهم في نفس الوضع، وحاولت ندق في الباب الاخر من الخلف، كتخرج لي واحد السيده كنقول لها المعلم فين هذا؟ كتقول لي المعلم راه مشى لواحد المدينه اللي دعيا نذكر اسمها، مشى راه سلبيات كثيرة جدا اللي كتنعكس على الجيل اللي احنا فيه. ما نريد ان نتفاعل فقط مع بعض المداخلات اللي جاء فيها
ولكن نسينا واحد الفكرة ربما كده أدرى مني بها، هو المجتمع المغربي من ناحية الاجتماعية، يعني من ناحية التطور اللي حصل فيه. ما نساوش أن المجتمع كان الأفراد يعيشون في قبائل، والقبيلة دائما عندها مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فدائما القبيلة هي اللي كتزوجك، هي البنك ديالك، هي كل ما كل شيء، والأسرة الموسعة اللي هي كبيرة فيها جميع أفراد الأسرة مجتمعين، إلا مشى شي واحد راه كاينو بعض الآخر إلى آخره. اليوم هذا الوضع هذا راه انفك، يعني ولا متفكك، أصبح متفككا، ولا قلنا أصبح متفكك راه كطغى الفردانية كما قالت السيدة، كطغى الأنانية، كطغى البحث على كل واحد كيحمي راسه، يعني هذه هي الأخلاق اليوم اللي سائدة كثير. أخلاق سائدة بشكل كبير، وكيخصنا واحد الجانب قيمي اللي مع الأسف الشديد كل واحد كيشافه واحد لا 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 الوضع اللي هو فيه واحد نوع من الاضطراب على مستوى القيم. فالقيم جناها مع جدودنا، بعض القيم جناها من عند جدودنا ومن عند القبيلة ديالنا ومن عند كذا إلى آخره، كتعيش معنا. قبائل قيم أخرى اللي كنجيبوها من التلفزيون ومن الوسائل كذا كتعيش معنا، وقيم اللي جناها من العصور القديمة كنشوفوا من عند المحدثين ومن عند في المحاضرات وفي القنوات اللي ذات المعدين كترجع لذاك الشيء القديم كتجيبه، يعني قيم رأسمالية إلى آخره. يعني أنا كنتسائل هذا الهجوم من جميع من داخل من الخارج من كذا كيعيشوا هذا الشباب كيعيش هذا الوضع. فسمحوا لي، هي أزمة قيم نعيشها بشكل أو بآخر، ومطلوب منا بطبيعه الحال اننا نتقدموا ونهضوا كما جاء في العنوان ديال الاخر. اذا اي قيم سنتبع بناء على التربيه بطبيعه الحال لان هي الاساس. اليوم لا كان عندنا تقريبا الابتدائي كله مغطي تقريبا، احنا قربنا 100% من تمدرس التلاميذ في الابتدائي. الى اي حد كيستمروا الى البيت الخامس ولا البيت السادس هذا شيء معروف، يعني في صعوبات كذا، والإحصائيات كتبين هذا الشيء، والإحصائيات كتبين أن عدد من الأطفال قلت أنا 400,000 وهذا هو الإحصائية الصحيحة اللي كتغادر المدرسة. والإنسان المغربي في عمقه متدين، في العمق دياله متدين، حتى اللي يقول لك أنا لا أؤمن كيدوز يقول لك والله جاتني هذه القضية هذه، حتى أراد أن لم يريد. يعني التدين مغروس فينا، لماذا؟ لأننا كبرنا في بيئة دينية وإلى آخره إلى آخره. وكتعرفوا الدين الإسلامي يتميز عن الديانات الأخرى بأنه دين ديال الحياة اليومية ودين ديال الجانب الروحي وديال الجانب الأخلاقي، هذا الشيء اللي عرفناه وكنعرفوا. فالمسألة في العمق، الشباب أي طريق سيأخذ، أي خطى سيتبع، هنا مشكلة. وما علينا إلا أن نتجند لا في الجامعة ولا في المدرسة ولا في الثانوية لنعطي الشباب ماشي نعطوهم الأفكار وبالوعظ وبالإرشاد، لا، تكون واحد القدوة عن طريق القيم، يعني اللي كنجسدوها. أنا عملت بحث ومنشور هذا، لقيت بأنه كيقول لك نعم اللي كناخذوه في كتب التربية الإسلامية من قيم ديال العمل وديال الأمانة وديال كذا إلى آخره، الصدق وعدم الغش وعدم كذا، تلاميذ كيقول لك ملي كنخرجوا للشارع ولا كنشوف الاوساط ديالنا الاسريه ولا الاوساط كذا كنوجدوا العكس. اذا اي قيم سنتبع؟ الطفل كيجي صديق ديالو كيسال عليه في البيت ديالو عندما ولا يتصل بالهاتف كيقول له قولوا ليه ما كاينش، هذا الاب يقول لولده قول ليه ما كاينش، هذه انا حصلت لقيتها في الدار، قول ليه ما كاينش راني ما مستعدش نشوفه الان ما كذا ما كذا. يعني انه الابن كيقول في الاب يقول لي يا بابا وانت كتقول لي كذا ما خصناش نكذبوا ما خصناش كذا وخير غادي نمشي. يعني اننا نعيش ازمه قيم بطريقه من الطرق، وخصنا واحد المجهود كبير. انا ربما اختلف شيئا مع ما جاء في كلام الاستاذ السكيداي اللي هو مهم علميا، وكنقول وهنا كنمشي الفكره بان بالفعل
لماذا نقول هذا الاتجاه ولا هذا الاتجاه؟ أنا بالنسبة لي الموضوعين الجانبين يتكاملان، يتكامل الجانب القيمي الديني مع الجانب القيمي المعرفي العلمي، وهذا الشيء اللي جاري بيه الآن. أنا عندي خارطة كيفاش كنتصور الموضوع، ولكن راه كم من متدين عالم كبير ومكتشف للذرات ومكتشف لأشياء كثيرة. يعني إحنا في هذا السياق هذا لا يهم، لا عطيت القيمة والقدوة للطلبة والشباب وكذا راه غادي تنجح، وغادي تنجح المجتمع. إلا عطيتي شي مسائل ليست في الكذا راه تكون صراحة كذا. أنا هكذا أرى الأشياء، وأتمنى الأمور تمشي باش باش ما نضيعش كيكم. أنا شخصيا حقيقة أثارتني مداخلة الأستاذ جاي، أثارتني بعض النقاط. إحنا نعيش عصر، عصر فيه جميع هذه الأشياء اللي تكلمنا عليها اللي في بعض المداخلات ظهرت سلبية. هذا شيء موجود معنا، كيف سنتعامل مع هذا هو السؤال. الفيسبوك ضروري خصنا نتعامل به، لأنه بحال السيارة لما كانت شيء ولا بحال الكهرباء. يعني هذه التقنيات الحديثة اليوم كلها نتعامل معها. ذكرتي هذاك الموضوع اللي بالفعل اللي نعرف دراسات حوله إلى آخره. متفق معك أن الناس مشاو فيه، ولماذا؟ إحنا خصنا نتسألوا لماذا وما السبب. هنا أنا كنقول في الختام الكلمة الجلسة هذه، يجب إعادة النظر في جميع المفاهيم اللي كنتعاملوا بها، لا في الجانب الديني ولا في الجانب العلمي ولا في الجانب السوسيولوجي. يجب إعادة النظر. أنا هكا كنتصور الأشياء صراحة. ففي أشياء كثيرة جدا وجلب الوقت نتكلموا فيها. أنا بالنسبة للقضية المرأة أو للرجل هذا مش مهم السؤال، وهو أنا عندي كائن مواطن له إمكانيات، له قدرات، له طاقات، له ملكات، له خصني نطورها. لا يهمني مرأة ولا راجل، أنا عندي بحال بحال. من اللي كيكون قدامي في الجامعة أمامي طالب وطالبة ما كنميش هذا راه مرأة ولا هذا راجل. ما عندي أمامي مواطن مغربي شاب علي أن أوصله إلى درجة من المعرفة حسب ما عندي من إمكانيات. هذا هو الأساس، هذه النقطة. النقطة الثانية ما عجبتنيش نهائيا، وبالصدق نقولها لكم ما خصنيش نخليها تخرج، هي قضية لا سكيزوفرين. نو سوم دي سكيزوفرين، نو سوم با دي سكيزوفرين، نو سوم دي زيت غيما نورمو. سا سي الفو لو دير. حتى داكشي اللي سمعنا في البرلمان على اننا 42% ديال المغاربه راهم عندهم اضطرابات نفسيه، هذاك الشيء راه سيدي ماركتين، وراكم عارفين هذا الشيء. انا مشيت قلبت لان هذا اختصاصي. لا ماشي سكيزوفريني المرض، سكيزوفريني في لانكويرونس. حنا ملي كنقولوا سكيزوفرين كنعرفوا بها لا اضطرابات المهم. وعدي وعدي انفصام انفصام. اذا حتى في الجانب حتى انه هذه كذوبه كنا كنعرفوها وكتقال باستمرار، ان 42% من المغاربه عندهم اضطرابات نفسيه، طرحات في البرلمان وطرحات في كذا. اذا انا فهمت الفكره ديال طرحات في البرلمان وهذا الوزير اللي هو طبيب ما تعقب عليها. هي في الواقع احنا بحثنا ماذا وجدنا؟ وجدنا ان الدراسه تمت على 200 شخص. واش 200 شخص هي المغاربه كاملين؟ علاش باش يخرجوا نتيجه يقولوا راه عندكم لونغواس، عندكم لانسومني، عندكم لا ميلانكولي، عندكم الى اخره، باش تمشي تجري المكتب الصيدليات تشري الادويه وتشري كذا وتشري كذا وتشري كذا. هذا الشيء قبيح صراحه. نفس هذه من القيم اللي مع الاسف الشديد عدد من الشباب كيوقع فيها، واللي كتروج لها وسائل الاعلام والى اخره الى اخره. انا ما نطولش عليكم. المساله في العمق. شبابنا يحتاج واحد فكره قالها واحد الشاب، يحتاج الى حوار. يجب ان نتحاور مع الشباب ونعرف ما هي تطلعاته، ما هي ميوله، ما هي كذا، ونحاول ان نقف بجانبه. ماشي نعمروه كما قلتي، وانما ماشي كما قلتي، وانما قلتيها بطريقه سلبيه، اننا نسمعوا ليه ونشوفوا توجهه ونشوفوا امكانياته ونوفروا له الشروط لكي يعبر عن ذاته ويعبر عن امكانياته. هذه فكرتي لو بغيت نقول.
أخونا وشكرا جزيلا. الموضوع كان حول جيل خصائص جيل النهوض، هذا هو الموضوع. وجيل النهوض اللي تحدثنا عليه بشكل كبير جدا هو الشباب، والشباب من تحدثنا عليه في هذه الجلسة من جوانب متعددة، من الجانب الديني، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي، الجانب الثقافي. وكان الحديث على الشباب باعتباره يختلف في خصائص يعني الطفولة كما يختلف في خصائص يعني الشيخوخة، فهو يتميز بطاقاته والطاقة الخلاقة، ويتميز كذلك بتطلعاته وبطموحه وكذلك البحث عن الذات، لأن مرحلة الشباب هي مرحلة البناء، بناء الشخصية ومرحلة التكوين والإعداد على المستوى الفكري وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى الاجتماعي. وهذه الوضعية تتطلب منا كتربويين، كباحثين، كمسؤولين، كآباء، كأساتذة، كأسرة، تتطلب منا أن نأخذ بيده ونساعده وأن نرشده. ولا يعني هذا أن نعبئه بالأفكار ونحمله العقلية ليست عقليته، علينا أن نتحاور معه ونعطيه من الخصال ما هو من في الحوار، يعني تكون له الفرصة كي يعبر عن ما يخالج ذاته وما يخالج تصوراته وتمثلاته ليكون في المستوى المطلوب. فبالشباب تبنى المجتمعات اليوم، وبالشباب نتكلم عن ثروة المجتمع. فبدون الشباب وبدون خصاله وبدون هذه الأشياء فالمجتمع لا يمكن أن يستقيم، ولا يمكن أن يحافظ على بنيانه، ولا يمكن أن يتطور وأن يتقدم، وهذا هو الشيء المعروف. ومن جملة المسائل التي خرجنا بها في هذا اللقاء هو أن ننمي عند الشباب وعند المربين وعند هذا العلاقة التحاورية، علاقة الحوار، علاقة التفاهم، وعلاقة أن نعطيه القدوة في كل شيء، نعطيه القدوة في الفهم، في التفاهم، نعطيه القدوة في العمل، نعطيه القدوة في كذا. هذه بطبيعة الحال تبقى من الأمور التي يمكن أن نقول عنها بأنها طوباوية يعني خيالية، ولكن الواقع هو هذا. الشباب يعاني، لديه مشكلات، لديه صعوبات في الاندماج، لديه صعوبة كذلك في اختيار نسق القيم الذي عليه أن يتبعه. هناك أشياء كثيرة بطبيعة الحال، وهذه السلبيات هذه لا ترتبط بالشباب فقط، فل هي انعكاس للمجتمع الذي يعيش فيه، مجتمع مركب فيه عدة قيم تتقاطع الوجود فيه، قيم رأسمالية، قيم دينية، قيم إقطاعية، قيم إلى آخره من القيم. أية قيم سيتبع، أي نسق سيتبع، فهنا يلزم إعداد نسق تربوي ومشروع تربوي ينبني على الحوار، على التفاهم، لتفجير طاقات الشاب ولبناء وغرس روح المبادرة لديه. وشكرا جزيلا.